مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث. عايز أكلمكم النهاردة إن شاء الله عن شخصية محبوبة في الكتاب المقدس، هي شخصية دانيال النبي. كلمة دانيال يعني الله يقضي، دان من الدينونة وإيل الله، يعني الله يقضي أو يحكم، لأن هو فعلا اتكلم كتير عن الأيام الأخيرة واتكلم عن الدينونة، مش عشان اسمه كده، ربنا هو اختار له الاسم. دانيال النبي من الأنبياء الكبار في أسفار في الكتاب المقدس عن الأنبياء الكبار زي إشعياء وأرمية وحزقيال ودانيال، فهو من الأنبياء الكبار وتنبأ كثيرا عن أواخر الأيام. وآخر عبارة في سفر دانيال النبي هي في نهاية الأيام، وكسرت في السفر عبارة النهاية أو وقت النهاية، وكسرت أشياء عن المواعيد مثل زمان وزمانين ونصف زمان وكلمة أزمنة وكلمة أسابيع وكلمة أيام، يعني حاجات كتيرة، لدرجة ان كتير من الناس اللي بيحاولوا يستنتجوا ميعاد نهاية الأيام من ضمن الحاجات المهمة اللي بيعتمدوا عليها سفر دانيال النبي. ولكن اقول لكم بصراحة ان انا قريت بعض اصحاحات من دانيال النبي وما فهمتش منها حاجة ابدا خالص، ما عرفش. حاولوا تقروا وإن فهمتوا قولولي، مستعد أنشر لكم ما فهمتموه، أقصد الإصحاحات الأخيرة. دانيال النبي له أصل عريق، يعني من الأسرات النبيلة، إما من كبار الشرفاء أو من أولاد الملوك أو من أولاد النبلاء أو من العائلات الكبيرة جدا. وهو عاصر السبت لما سبي الشعب إلى بابل وقضوا 70 سنة في السبت، حصل إن نبوخذ نصر كما يقول الكتاب إن هو أمر الملك بأن يحضر من بني إسرائيل ومن نسل الملك ومن الشرفاء فتيانا لا عيب فيهم، حسان المنظر، حاذقين في كل حكمة وعارفين معرفة وذوي فهم بالعلم، والذين فيهم قوة على الوقوف في قصر الملك. فخدوا هذا النوع من الشباب اللي له الفهم والحكمة والقوة والنباهة وحسن المنظر ومن العائلات الكبيرة، كان من ضمنهم دانيال والثلاث فتية، كان من ضمنهم دانيال والثلاث فتية. الثلاث فتية كان اسمهم عزاريا وحنانيا وميصائيل، سموهم شدرك وميشخ وعبد ناغو. هو عجيب ان احنا نلاقي حاليا دلوقتي في اسس يسموهم عبد ناغو او تناغو،
بينما عبد ناغو يعني عبد الإله ناغو أو الصنم ناغو، لكنه اللي حصل. فهو راجل له أصل كبير وحاذق في الحكمة والفهم والمعرفة. دول قعدوا في قصر الملك 3 سنين يمرنوهم ويربوهم ويعلموهم اللغة، وبعدين ودوهم في قصر الملك، فطلع أحسن ناس فيهم دانيال والثلاثة دي، أكثر الجميع فهما ومعرفة وحكمة. يعني عملوا لهم انترفيو، عملوا لهم اختبار شخصي، بيقول كلمهم الملك الشبان كلهم فلم يوجد بينهم كلهم مثل دانيال وحنانيا وميسائيل وعزاريا، فوقفوا امام الملك وفي كل امر حكمة فهم الذي سأله عنه الملك وجدهم 10 أضعاف فوق كل المجوس والسحرة الذين في كل مملكة. حاجة جبارة. مع انه شخص كويس، الا ان الله سمح ان يكون من اسرى الحرب. كان من اسرى الحرب اللي اخدوهم خارج بلادهم. وهنا نلاحظ ان في انواع كثيرة من الهجرة خارج البلد. في هجرة بامر الله نفسه، زي ربنا ما قال لإبراهيم اترك أهلك وعشيرتك وبيت أبيك واذهب إلى الجبل الذي أريك إياه. ده هجرة بأمر الله. وفي هجرة بدافع شخصي ربما من الخوف مثلا، زي يعقوب لما خاف من أخوه عيسو وساب البلد كلها وراح في الحتة اللي فيها خاله لابان. وفي هجرة اضطرارية زي أسر الحرب دول، ياخدوهم من بلادهم يحطوهم في حتة تاني في هجرة اضطرارية. دانيال النبي ربنا سمح أن يكون أسيرا، مع أن قيل عنه وصف لطيف جدا، وهو أيها الرجل المحبوب. وظهر له جبرائيل الملاك وقال له لأنك محبوب عند الله. على الرغم من أنه محبوب، إلا أنه ربنا سمح أن يكون أسير حرب ويترك بلاده. وهو عندنا مثلا يوسف الصديق، سمح الله له أن يترك بلاده ويذهب في هجرة إلى أرض مصر لمنفعة البلاد، زي ما قال لإخواته أنتم أردتم به شرا لكن الله قصد به خيرا، وقال ربنا سمح لي أن أنا أسيب بلدي وآجي لأجل حفظ حياه. ربنا كان واثق بحكمته أن يدبر تموين البلاد في تلك الفترة لحكمة، فسمح أنه يهاجر ويروح. المهم أن هذه الهجرة بالنسبة له لم تكن ضررا، عاش هناك وعاش في قصر الملوك وعاصر ملوكا، عاصر نبوخذ نصر وبلشسر وداريوس وكورش، وكان له مع كل منهم ناحية من نواحي التوقير
واحترامهم لشخصيته وادوله مناصب كبيرة من مناصب الدولة. دانيال النبي كانت له صفات جميلة، من ضمن صفاته انه كان ناسكا وزاهدا وعفيف الجسد، ولذلك لما دخل في قصر الملك كانوا بيقدموا لهم بقى احسن اكل، اطايب الملك من الذبائح المطهية طهيا يليق بالملوك، ومن الخمر المعتقة التي تليق بالملوك. ولكن يقول الكتاب كلمة جميلة جدا في هذا المجال في دانيال 1:8: وأما دانيال فجعل في قلبه أنه لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه. حط في نفسه انه لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروب. لكن كانت الحكاية دي صعبة، لان الحكاية مش في ارادته، ده المكلفين بالاشراف عليهم ودول هيبقوا في قصر الملك عايزينهم يبقوا شبان اقوياء، وشهم مورد، صحتهم كويسة، اقوياء في الجسد، فكون انهم ما ياكلوش لا من اللحمه ولا من الخمر دي يعني الملك يحاكم المشرفين. فدانيال قال للمشرف ده، قال له جرب عبيدك 10 ايام فليعطونا القطان لناكل وماء لنشرب، ولينظروا الى مناظرنا امامك والى سائر الفتيان الذين يأكلون من أطايب الملك، ثم اصنع بعبيدك كما ترى. قال له جربنا في العدس، العدس دي اللي سمعة كويسة جدا في الكتاب المقدس، يعني البعض بيفتكروا انه حاجة بسيطة او اكل ناس فقرة، لكن هو ليه سمعة طيبة، سمعة طيبة من اجلها اشتهاه عيسو وباع البكورية من أجل أكلة عدس، وسمعة طيبة أنه كان من أكل الصائمين كما في سفر حزقيال، وسمعة طيبة في سفر دانيال للنبي. عدس ممتاز، هو العدس اللي أكل منه عيسو كان عدس بجبة، عشان كده قال لأخوه اعطني من هذا الأحمر. العدس اللي احنا بناكله عدس اصفر مش احمر، لكن لما يكون بالجبة بيبقى احمر بني غامق كده، لكن عدس وليه فايدة اكتر من العدس الاصفر، لان على الاقل قشور العدس بتبقى موجودة بفوائد هذه القشور، وما يمكن ان يضيع اثناء تحويله الى عدس اصفر، من ان جايز جنين حبة العدس يروح اثناء نهايته. ما علينا، هو نكل من القطاني وبقت صحته كويسة. هو كان رجل ناسكا مش بس في فترة الخبرة دي، وانما في اصوام دانيال. لما بيصوم راجل فقير نقول بيصوم عن غلب وعدم اكل، لكن لما يصوم واحد في قصر الملك وفيما بعد بقى احد الولاة والحكام، دانيال ده شوفوا في صومه في اصحاح 10 يقول ايه، بيقول انا دانيال كنت نائحا 3 اسابيع ايام لم اكل طعاما شهيا ولم يدخل في فمي لحم ولا خمر ولم ادهن
حتى تمت 3 أسابيع أيام لم آكل شيئا شهيا. ده درس لينا في الصيام، لأن كتير مننا في الصيام بيدور على الأطعمة الصيامي الشهية، وعندنا محلات بتوضبها تمام وآخر حاجة يلقوها. لم آكل شيئا شهيا ولا دخل في فمي لحم ولا خمر. وحكاية ولا دخل في فمي لحم ولا خمر توري ان الصيام النباتي كان معروف في العهد القديم ايام دانيال، وكان معروف قبل فلك نوح، لان اللحم لم يصرح بها الا بعد اكل الا بعد الرسو وفلك نوح، وكانوا الناس نباتيين. لكن حتى ايام دانيال بيقول لم اكل شيئا شهيا ولا دخل في فمي لحم ولا خمر. هو كان رجل ناسك، وفي إصحاح 9 صام من أجل شعبه، من أجل أن يتشفع في الشعب وفي مدينة أبائه. بيقول في إصحاح 9 من عدد 3 وجهت وجهي إلى الله السيد طالبا بالصلاة والتضرعات بالصوم والمسح، المسوح يعني والرماد، يعني لبس مسوحا وركع على الرماد وصلى بتضرعات وبأصوام. يعني راجل عايش في قصور الملوك وله رتبة والي من الولاة، لأنه صار حاكما لبابل وهو أسير من إعجاب الملوك به، لكن كان رجلا زاهدا. يبقى أول صفة أنه كان ناسكا وزاهدا، وكان عنده معرفة وحكمة وفهم، وكانت له مبادئه التي لا يبعد عنها. مبادئه انه لا يتنجس بأطيب الملك مهما كان، ما يتنجس ما يتنجس. ايه تاني كان في صفات دانيال؟ في صفات دانيال انه كان يحسن تفسير الاحلام والرؤى. يعني احنا سمعنا عن يوسف الصديق انه كان يحسن تفسير الاحلام والرؤى، دانيال ايضا كان يحسن تفسير الاحلام والرؤى، وكانت له شخصيا احلام ورؤى. الحاجة العجب اللي مشي فيها دانيال في التفسير حاجة لم تحصل مع احد من قبل، وهو ايه؟ الملك نبوخذ نصر حلم فازعجه، فنده جميع الحكماء والسحرة والمجوس والمنجمين وكل دول، وقال لهم قولوا لي ايه الحلم اللي انا حلمته، فاذا عرفتوا الحلم تفسروه. طب مين هيعرف؟ قالوا له ده محدش يعرف الحاجات دي ابدا. قالوا له ايه؟ قالوا له ليس على الارض انسان يستطيع ان يبين امر الملك، لذلك ليس ملك عظيم ذو سلطان سأل امرا مثل هذا من مجوسي او ساحر او كلداني، والامر الذي يطلبه الملك عسير وليس اخر يبينه قدام الملك غير الآلهة. قولوا لي الحلم اللي انا حلمته وبعدين تفسروه، والا يقتلهم. ما سلطه الملوك في القديم كانوا جبابره، يؤمر بقتل الناس دول كلهم يتقتلوا، محاكمه مهمش محاكمه.
زي هيرودس لما امر بقتل كل اطفال بيت لحم. يلا فامر بقتل هؤلاء الحكماء والمجوس وكلهم. فدانيال لما لقى كده نده للمشرف عليهم وقال له ما تقتلوش الناس دول، اروح انا للملك واقول له ايه حلمه وافسره. حاجه عجيبه جدا. فراح فعلا للملك واخبره بحلمه واخبره بتفسيره. قال له انت ايها الملك رايت في منامك كذا 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 كذا، وانا افسر لك الحاجات دي. حاجه عجيبه. بعد كده يقول ايه؟ ما قالوش انا اللي فسر لك، قال له ربنا اللي يفسر لك. هو كان زي يوحنا المعمدان انه يختفي لكي يظهر الله. فقال له كلم الملك وقال له الذي طلبه الملك لا تقدر الحكماء ولا السحرة ولا المجوس ولا المنجمون على أن يبينوه للملك، لكن يوجد إله في السماوات، يوجد إله في السماوات كاشف الأسرار، وقد عرف الملك نبوخذ نصر بما يكون في الأيام الأخيرة. أما أنا فلم يكشف لي هذا السر لحكمة فيا أكثر من كل الأحياء، ولكن لكي يعرف الملك بالتعبير ولكي تعلم أفكار قلبك. قال له ده ما يقدرش عليه حد غير إله السماء اللي هو يقدر يعرف إيه اللي في فكرك وإيه اللي في قلبك وإيه اللي بتشوفه. كويس إن الأسماء إن الإنسان لا ينتهز فرص إن عنده موهبة إنه يمجد نفسه بالموهبة، وإنما يتمجد الأب السماوي بهذه الموهبة. يقول مش أنا، ربنا هو اللي كشف الأسرار وهو اللي عايز يعرفك بالحكاية. وقال له الحلم وقال له تفسيره. وهنا نجد شيئا عجيبا. يقول الكتاب في دانيال 2 آية 46 حينئذ خر نبوخذ نصر على وجهه وسجد لدانيال. ده الملك العظيم اللي يملك كل أرواح الناس دول، سجد على خر على وجهه وسجد لدانيال. وأجاب الملك دانيال وقال حقا أن إلهكم إله الآلهة ورب الملوك وكاشف الأسرار، إذ استطعت أن تكشف هذا السر. حينئذ عظم الملك دانيال وأعطاه عطايا كثيرة عظيمة وسلطه على كل ولاية بابل وجعله رئيس الشحن على جميع حكماء بابل. فأول ما دانيال لقى كده طلب من الملك لشدرخ وميشخ وعبدناغو، فأقامهم الملك على أعمال ولاية بابل. أما دانيال فكان في باب الملك. يبقى هنا بقى نجد شيئا عجيبا، إن ربنا يسمح بالتجربة ويجعلها للخير، لمجد الله من جهة ولصالح الشخص من جهة أخرى. سمح أن يكون دانيال أسير حرب، وسمح أن ينقل من بلاده إلى بلاد غريبة، وسمح أن يكون من عبيد الملك. لكن ربنا الذي يحول الشر إلى خير جعل دانيال من أهل العظمة وصار حاكما لبابل، وأخوته الموجودين الثلاث فتية بقوا على ولايات أعمال بابل. زي ما ربنا بيسمح بالتجربة وسمح بها لدانيال،
سمح بها لتلت فتية، مع انهم صاروا على اعمال بابل، يعني المدن التابعة لبابل. الملك نبوخذ نصر اقام تمثالا ارتفاعه 60 ذراع، وصدر امر ان كل ما الناس يسمعوا اصوات الموسيقى اللي بيقولوها، يقول ايه؟ عندما تسمعون صوت القرن والناي والعود والرباب والنسطير والمزمار وكل انواع العزف، ان يخروا ساجدين لتمثال الذهب الذي نصبه نبوخذ نصر، ومن لا يخر ويسجد ففي تلك الساعة يلقى في وسط أتون النار. لإيه التجربة دي؟ يعني مش كفاية إنهم دخلوا في السبت، ده زيادة على كده إن لم يسجدوا للتمثال الذهب يلقوا في أتون النار. كما كان دانيال شجاعا كذلك كان الثلاثة فتية. الملك معينهم في مناصب، الناس الحساد هم اللي بينخرروا وراهم، وراحوا كلموه قالوا له دول ما بيسجدوش لتمثالك، فجابهم. امر نبوخذ نصر بغضب وغيظ باحضار شدرق وميشخ وابدناغو، فاتوا بهؤلاء الرجال قدام الملك، فاجاب نبوخذ نصر وقال لهم: تعمدا يا شدرخ وميشخ وابدناغو لا تعبدون آلهتي ولا تسجدون للتمثال الذهب الذي نصبته، اما تروحوا تسجدوا له لاما تلقوا في اتون النار. التلت فتي قالوا له ايه؟ يا نبوخذ نصر، هنا شجاعة الناس، قصتهم اتون النار. قال له: يا نبوخذ نصر، لا يلزمنا أن نجيبك عن هذا الأمر، هو ذا يوجد إلهنا الذي نعبده يستطيع أن ينجينا من أتون النار المتقدة وأن ينقذنا من يدك أيها الملك، وإلا فليكن معلوما لك أيها الملك أننا لا نعبد آلهتك ولا نسجد لتمثال الذهب الذي نصبته. أمرك ده مش هننفذه. ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. تعب الملك وقال لهم تحموا أتون النار، ده 7 أضعاف، وتربطوهم وتلقوهم موثقين في أتون النار، وفعلوا هكذا، حموه 7 أضعاف. يبقى اللهيب اللي فيكوا شاف ناس نار أيدة، يلاقي لو واحد يقف على بعد كم متر منها الصهد والنار ما يحتملهاش على بعد، مش جوه الأتون. لدرجة ان لما رموهم الناس اللي رموهم اتحرقوا بالنار، ورموهم التلات فتية في أتون النار. وبص الملك لقى التلاتة اتفك الوثاق بتاعهم وماشيين بكل حرية، ومعهم رابع شبيه بابن الآله. برضو هذه التجربة انتهت لخير، انتهت لخير. ازاي بقى؟ راح الملك ناحية أتون النار وقال: يا شدرخ وميشخ وعبدناغو، يا عبيد الله العلي، اخرجوا. فخرجوا من وسط النار، فاجتمع المرازبة والشحن والولاة ومشير الملك، ورأوا هؤلاء الرجال الذين لم تكن للنار قوة على أجسامهم وشعر من رؤوسهم لم تحترق وسراويلهم لم تتغير ورائحة النار لم تأت عليها. ف
فأجاب نبوخذنصر وقال: تبارك إله شدرخ وميشخ وعبدناغو الذي أرسل ملاكه أنقذ عبيده الذين اتكلوا عليه ولم يسجدوا لغير إله، فمني صدر أمر إلى كل شعب وأمة ولسان يتكلمون بالسوء على إله شدرخ وميشخ وعبدناغو فإنهم يصيرون إربا إربا، يقطعوهم يعني، وتجعل بيوتهم مزبلة، إذ ليس إله آخر يستطيع أن ينجي هكذا. يبقى حاجة زي ما بيقول الكتاب: كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب. ومش بس كده، تمجد الرب أيضا، وكما حدث مع الثلاث فتية حدث مع دانيال نفسه، على الرغم من أن كان له مركز عند الملوك، جم ناس دسوا في حقه وراحوا لداريوس الملك. كان جه داريوس الملك وكان يحب دانيال جدا جدا، وقالوا له أنك أنت تصدر أمر لمدة، المدة دي اللي تصدر فيها الأمر، أي واحد يعبد إله غريب ده يلقى في جب الأسود. خلال شهر من الزمان مفيش حد يطلب طلب من اي حد، لا اله ولا انسان غيرك انت بس. اصدر الملك الامر. العجيبة ان عندهم حاجة اسمها شريعة مادي وفارس، ان الامر اللي يخرج من الملك لا يمكن يرجع ابدا، لا يرد، ويضطر الملك ولو ان هو اسف ان ينفذ الامر لانه ما يقدرش يرجع في كلامه، مع ان داريوس كان يحب دانيال، زي ما هيرودس كان يخاف من يوحنا المعمدان، ولما البنت الرديئة دي قالت له هات لي، اقسم قسم ان اللي تطلبه يدهولها، وقالت له هات لي رأس يوحنا المعمدان، فتضايق ولكن نفذ وجاب رأس يوحنا المعمدان. كذلك داريوس الملك اتضايق وتعب في نفسه من جوه، وقال ما فيش مانع يترمي دانيال في جب الأسود. دانيال بقى عمل ايه لما لقاهم بيقولوا ما حدش يطلب؟ راح فقليته في العلية بتاعته، وفتح الشباك الذي يطل على اورشليم، وسجد لربنا كم مرة في النهار والناس شايفين، مش صلى ربنا في الخفة عشان محدش يدرى، لا ده فتح الكوه وصلى عشان يشوفوه وانه بيطلب. فراحوا دول قالوا للملك ده مش انت امرت امر؟ اهو دانيال ما عبرش كلامك. قال طب خدوه. وبعدين بيقول ايه الكتاب؟ قال له لدانيال: إلهك الذي تعبده دائما هو ينجيك. اما نشوف الملك من حزنه على دانيال لأنه كان بيحب، بيقول بات صائما ولم يؤت قدامه بسراريه وطار عنه نوم، يعني ابتعد عن نسائه ونام وهو تعبان زعلان وطار عنه نوم، وانتظر للصبح وذهب الى جب الاسود، كانوا مغطيينه بقى قافلينه بحجر، وقال له يا دانيال، قال بصوت اسيف: يا دانيال عبد الله الحي، هل الهك الذي تعبده دائما قدر ان ينجيك من الاسود؟ فتكلم دانيال مع الملك
يا أيها الملك عش إلى الأبد، إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود. ففرح الملك وطلعه من الجب وأمر إن الرجال اللي فتنوا عليه وحطوا فيه كلمة سيئة هم يترموا في جب الأسود هم وعائلاتهم قبل ما يوصلوا للجب من تحت. كانت الأسود افترستهم. من هنا أيضا حصل تنبيه لربنا، فإذا بالملك يقول من قبلي صدر أمر بأنه في كل سلطان مملكتي يرتعدون ويخافون قدام إله دانيال، لأنه هو الإله الحي القيوم إلى الأبد، وملكوته لن يزول وسلطانه إلى المنتهى. هو ينجي وينقذ ويعمل الآيات والعجائب في السماوات وعلى الأرض. هو الذي نجى دانيال من يد الأسود. إذن التجربة أتت بنتيجة لطيفة، إن ربنا تدخل في الأمر وأنقذ. كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب ونجى دانيال. طبعا في كلام كتير نخليه المرة الجاية. تفضل.